حاجة ولا لا؟ الحمد لله. الآن يا شيخنا في ظل الفتن والحرب القائمة على الإسلام الآن قد يصيب بعض الشباب اليأس، ممكن كلمة من فضيلتك لطمأنتهم بنصر الإسلام وضرورة الدعوة لله عز وجل على علم وبحكمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن متى توقفت الحرب على الإسلام؟ الحرب على الإسلام منذ زمن طويل وتتعدد صورها وتتنوع، ولا ينبغي أبدا أن يتسرب اليأس إلى العبد المسلم الذي يعرف ربه ويعرف أن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو العزيز وهو الغالب على أمره. وقد قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وكذلك قال فريق من أهل العلم بالتفسير في تفسير قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قيل فيها من وجوه التفسير: بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فجدير بالمسلم أن يجد وأن يجتهد لنصرة هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولكن على المرء أن يتعلم دينه وأن يتقن المسألة التي يبلغها للناس، لأن الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة تكون على بصيرة. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وأيضا عليه أن يلزم القول اللين في غالب أحواله، فإن الله قال لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآيات. هذا وبالله تعالى التوفيق، والله أعلم. سلام.